هل المنتخب المغربي قادر على الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا كما فعلها الأسود المحليون؟ وفي رأيك ما هي أفضل تشكيلة يمكن للمنتخب الوطني أن يلعب بها؟ وتحياتي لك يا أحلى يوتيوبر. شكرا لك خويا حسين، وشكرا للناس كاملين اللي عندهم نفس السؤال، اللي بزاف ديال الاخوان منهم بخير كذلك اللي طرح نفس السؤال في التعاليق. هذا السؤال خويا، الحظوظ ديال المنتخب المغربي فهي غادي تكون حظوظ قويه كبيره، قويه بزاف، شانه شان المنتخب المغربي المحلي من اللي استضفنا كاس افريقيا في الاراضي ديالنا. كاين بزاف ديال الاسباب اللي كيكونوا هما من النجاح ديال كل منتخب الى نظم البطوله وكان واجد ليها. المنتخب المغربي هذه هي الفرصه اللي الى نظم كاس افريقيا، الموضوع ديال تنظيم كاس افريقيا غادي نمشي ليه كذلك اخواني. المنتخب المغربي هذه هي الفرصه اللي ان شاء الله غادي يكون واجد ليها وجاهز ليها باش انه ياخذ الكاس ان شاء الله الى تنظم في المغرب، وعنده حظوظ كبيره انه يفوز بها، شانه شان المنتخبات ديال شمال افريقيا اللي من الجزائر تونس ومصر، والمنتخبات اللي كتكون كتلعب في واحد الجو اللي هي منضبطه معاه ومولفه معاه، فالطبيعي والعادي هي انها كيساعدها بشكل كبير انها تكون مرشحه بالظفر باللقب الى تنظم في الجو اللي كيكون قريب ليها. شفنا المنتخب المغربي رغم انه دازوا عندنا اجيال اللي مزيانه، شاركنا في عده تظاهرات اللي كانوا ديال كاس افريقيا في بلدان اللي كانت جنوب الصحراء، ولقينا مشكل كبير اللي هو الطقس، اللي هو سوء الاراضي ديالهم، الارضيه كتكون عندهم شويه ناقصه، وكلكم كتذكروا المباراه الشهيره امام الاشقاء المصريين في الملعب ديال على ما اظن بورجونجي، كان الملعب شويه الارضيه ديالو خايبه. المنتخب المغربي ولو انه دار مجهود كبير ولكن ما تفوقناش. المنتخب المغربي من الاحسن ليه يلعب في اراضي اللي كتكون مزيانه، احسن اراضي مزيانه حاليا وما نشكروش روسنا فهم اللي كاينين في المغرب. شفنا كاس افريقيا للمحليين من اللي تنظم في المغرب، المواهب ديال المغرب اللي كتلعب في الدوري المغربي المحلي فهي برزات بشكل كبير، وكان القدم ديالها تفوق بشكل كبير على الاقدام ديال الفرق المنافسه. شفنا كذلك المنتخب الليبي اللي تألق رغم انه ما عندوش تنافسيه بحكم ان الدوري الليبي ما كاينش في الحالات ديالو الطبيعيه، ولكن المنتخبات ديال شمال افريقيا نجحات، والسبب كيرجع للاراضي اللي كتكون مزيانه. بالنسبه للمنتخب المغربي الحظوظ ديالو الى تنظم ان شاء الله في المغرب اللي قريب بشكل كبير غادي يكون في المغرب، نعطيكم بعض المعطيات، فالمغرب غادي يكون عنده حظوظ كبيره، وكذلك الفريق اللي عنده لعابه مزيانين مهاريين خصهم ملاعب اللي تكون مزيانه ان شاء الله، وبالتوفيق للمنتخب المغربي.